السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم كويسين. بشكر طبعا دكتور محمود على الفكرة الجميلة دي. بشكر جروب وان سايد اوف نيوتريشن على ان هو دايما بيساعدنا في ان احنا نوصل للناس دايما، ان احنا نوصل لنا جميعا النيوتريشن بشكل سليم قدر الامكان. ان شاء الله النهارده افيدكم واضيف لمعلوماتكم، ونقدر ان شاء الله نعمل حاجة كويسة باذن الله. تمام، خلينا نبدا النهارده. ان شاء الله المحاضره بتتكلم عن اثريتك اسسمنت فروم لاب تو فيلد. خلاص، المحاضره النهارده هي علميه بشكل ما، وبشكل اكبر هي عمليه شويه، ان ازاي ان انا اللاعب المحترف اللي بيلعب رياضه معينه وليه اهداف معينه في الرياضه دي، ازاي ان انا اقدر ان انا اساعده عشان يوصل للتارجت اللي هو عايزه في الرياضه بتاعته. اول خطوه تتعامل لاي لاعب في الدنيا هي الاسسمنت، ان انا ابدا اعمل له شويه اختبارات، شويه قياسات خاصه بالنيوتريشن تقدر ان هي تساعدني احط له البلان بعد كده، عشان ما احطش الحاجه على عمى او احط الحاجه وخلاص بقى زي ما تيجي تيجي. لان يعني الشغل مع اللعيبه كل ما مستواهم بيعلى كل ما بيبقى اصعب، كل ما بيبقى محتاج دقه شديده جدا في التعامل معاه. خلينا ناخد نبدا كده مع بعض. انا الاسسمنت لازم ابقى فاهم ان هو ليه اهداف قبل ما نتكلم هو ايه الاسسمنت او غيره. ماشي، الاسسمنت ليه اهداف لازم ابقى عارفينها كلها. تمام، اول حاجه ان انا اعرف البادي كومبوزيشن بتاع اللعب. ايوه، في مشكله؟ استاذنك بس الصوت يعلى شويه او تقرب المايك من صوتك. طيب ثواني. اول هدف خلاص ان انا اعرف البادي كومبوزيشن بتاع اللاعب اخباره ايه. تمام، لان البادي كومبوزيشن بتاع اللاعب ده، وده هنتكلم عنه قدام دلوقتي، هو رقم واحد في ان انا اشوف اللاعب محتاج منه ايه. هل هو عنده مشكله في الفاتس، عنده مشكله في الماسلز بتاعته، عنده مشكله في الووتر، عنده مشكله في اي حاجه خاصه بالبادي كومبوزيشن، الكلام ده انا لازم ابدا ان انا اتحكم فيه. فانا ليه اساسا بعمل اسسمنت من الاول؟ عشان حضرتك لما اللاعب يدخل لك لازم تبقى عندك بيز بتبدا عليها الشغل بتاعك. تمام، يعني ما ينفعش اللاعب يجي واتكلم معاه شويه واحط له الفود بلان وانا ما عملتش اي اسسمنت اطلاقا باي نوع من الانواع اللي هنتكلم عليها، فبعد كده انا مش هعرف اقيس شغلي. انا كدكتور او كواحد شغال مع لاعب، انا هقيس شغلك على اساس ايه؟ لازم يبقى عندك بيز وعلى اساسه تبني الشغل بتاعك عشان تشوف هل الشغل بتاعك جاي النتيجه ولا في مشكله محتاجين ان احنا نعدلها. خلاص، عامل بالظبط كده. لو واحد عنده مشكله لا قدر الله مثلا في اي بايوكيميكال، يعني حاجه جوه جسمه، مثلا عنده مشكله في الحديد، عنده مشكله في الكالسيوم، ايا كانت، ما ينفعش مثلا ان الدكتور عمره ما هينصحه بسبلمنت معين من غير ما يعمل تحليل الاول، ان هو ممكن يبقى الحاجه عنده دروب خالص تحت يعني اللي هو انسفشنت، في مشكله كبيره جدا. ماشي، وبعد كده خد مثلا السبلمنت اللي الدكتور قال له عليه، فبدا النسبه تزيد، بس لسه تحت، بس لسه باقيه، بس هي زادت. انا هو ما بداش عمل اسسمنت في الاول وعمل تحليل في الاول، وجي مثلا سي بعد ثلاث شهور عمل تحليل ثاني لقى تحت، هيفتكر ان في مشكله وفي مصيبه وممكن ياخد تدخل اكبر على الفور. مع ان انا لو انا عامل اساسا اسسمنت من الاول هكتشف مثلا الحاجه كانت زين بقت خمسه، هي ستيل المفروض تبقى سبعه، بس هي زادت، يبقى انا ماشي صح، يبقى انا لا استنى شويه وهتعدي السبعه دي. فكده دي اول حاجه حضرتك يبقى انت بتقيس شغلك، دي اهم نقطه في الاسسمنت. خلاص، عشان كده دي اهم نقطه واول نقطه جوهريه خاصه بالاسسمنت. ثاني حاجه الاثليتيك بيرفورمنس. تمام، لان انت كسبورتس بروفيشنال لما بتيجي تتعامل مع لاعب انت مش بتخسسه وبتزوده. دي نقطه اولى بديهيه، يعني مش هي دي خالص، هو مش جالك عشان كده. خلاص، ولو هو جالك عشان كده لازم حضرتك بتصحح له وجهه النظر دي. لا، انت جاي لي عشان الاثليتيك بيرفورمنس بتاعك، لو هو هنا يبقى هنا، لو هو 5% يبقى 7% يبقى 9% يبقى لحد ما يوصل 100% وهكذا. فانا وظيفتي كنيوتريشنست ان انا لازم اقدر ان انا اساعده في الاثليتيك بيرفورمنس. ففي حاجات احنا هنتعرض لها ان شاء الله في خلال المحاضره خاصه بالاثليتيك بيرفورمنس، بالاثليتيك اسسمنت، ماشي، ليها علاقه بالنيوتريشن متصله او ريليتد بالفيزيكال فيتنس للاعب او الاثليتيك بيرفورمنس بتاع اللاعب. ثالث حاجه النيوتريشنال نيدز، اللاعب محتاج ياكل ايه؟ انت هتحط له البرنامج حضرتك على اساس ايه؟ ليه مثلا هتزود لي نسبه الحديد في الاكل؟ ليه هتزود لي نسبه المغنيسيوم في الاكل؟ ليه البوتاسيوم؟ وغيره وغيره وغيره. لازم لما انا هعمل اسسمنت للاعب واقعد اتكلم معاه واعمل اختبارات واعمل قياسات واسمع منه واسمع من مدربي واسمع من ولي امره، كل الحاجات دي بنجمعها وكل الحاجات دي بتقعد المفروض تدرسها عشان تشوف البلان اللي انت حاططها. مش مجرد بقى الكلام فوق وتحت والكلام ده، لا،
انا محتاج هنا اه ده انا عايز ازود له عنصر معين، عايز اركز في حته معينه، ده عنده مشكله بيعرق كتير، عنده مشكله مثلا بينهك بسرعه، الايروبيك الانديورنس بتاعه ضعيف، يعني مثلا اللي بيبدا يجري بيفرهد على طول ما بيعرفش يكمل. فكل الحاجات دي هتبقى مفتاح للدايت بلان اللي انت هتحطها. فالنيوتريشنال نيدز دي من اكتر الاساس، يعني من اهم الاسسمنت جولز اللي انت لازم تبدا تركز فيها. الايتنج ديس اوردر، وهنا انا مش بتكلم لو اللاعب عنده مشكله في الاكل قويه مثلا بقى نيروزيا نيروزا والحاجات دي، لا 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 ما بتكلمش على الحاجات دي، انا بتكلم في حته ان هو مثلا هو محتاج كربوهيدرات عشان مثلا هيتمرن، انهي نوع كربوهيدرات مناسب لمعدته؟ لان في لعيبه لو انت بتيجي تشتغل مع اللاعب هو ممكن مثلا لو كان بطاطس مثلا محروسه مثلا ممكن يتعب ويرجع خلاص، لو كان بطاطا لا ما فيش مشكله، لو كان البطاطس مش مهروسه ما عندوش مشكله، بس لو كانها مهروسه يرجع. فلازم كل المشاكل دي خلاص، يمكن دكتور رجال قالتها حتى في المحاضره اللي فاتت، الحاجات اللي الجت او المعده كلها متمرنه عليها هي دي الاساس اللي انت لازم تحط عليه الكود بلان بتاعك. ولو انت اللاعب جاي لك مثلا في فتره الاوف سيزون خلاص السيزون خلص واحنا بنلعب على خفيف خالص الكلام ده كله، انت تبدا تمرن معده اللاعب بعد كده عشان تشوف هو محتاج ايه. خلاص دي كده الاسسمنت جولز. نيجي بعد كده بقى الاسسمنت تايبس، انا قسمتهم لحضراتكم ليه يعني تفريعه كده عشان يبقى هي دي كور المحاضره بتاعتنا النهارده. اول حاجه هو فيزيكال اسسمنت او نون فيزيكال اسسمنت. فيزيكال اسسمنت يبقى احنا هنمسك في اللعب، احنا هنعمل حاجه مع اللاعب، هنمسكه كده وهنفضل نعمل عليه شويه اختبارات، سواء الاختبار ده تمام، يعني احنا كده قلنا اسسمنت تايب. ايوه يا دكتور محمود للمقاطعه، يعني زمايلنا على اليوتيوب بيقولوا الصوت مشوش تقريبا، في اي مشكله عندك ولا ايه؟ لا انا عندي الدنيا تمام، حتى عمل تيست. طب الناس اللي في زوم حد عنده مشكله في الصوت ولا الصوت كويس؟ هو الصوت كويس بس في كتمه شويه. مش عارف بقى. طب خليني اشيل المايك خالص واتكلم من اللاب وحضرتك تقول لي ماشي ثواني. كده كده الصوت كويس يا دكتور محمود ولا لا؟ الصوت كده احسن؟ دكتور محمود طيب نكمل؟ انت بس يا ريت ترجع وتقول لي الصوت دلوقتي بقى تمام ولا لا؟ نكمل كده؟ طيب يبقى احنا كده قلنا اول حاجه الفيزيكال اسسمنت هي حاجات انا همسك فيها في اللاعب وهبدا ان انا اشتغل معاه. خلاص؟ هبدا ان انا اجرب عليه وهبدا ان انا اعمل حاجه عشان اقيسها معاه. خلاص بالنسبه للاعب ذات نفسه، انا هحاول اعلي الصوت قدر الامكان بس هو المفروض الدنيا تمام. ماشي؟ لو ممكن اخد بس لو في مشكله يا ريت حضرتك تبلغني. عندنا بقى النون فيزيكال اسسمنت. تمام؟ النون فيزيكال اسسمنت ده دي حاجات او معلومات انا هاخدها من اللاعب. ماشي؟ زي دايتري هابتس او لايف ستايل سيرفي. يبقى الفيزيكال اسسمنت ده حاجه يا اما هتبقى البادي كومبوزيشن خلاص؟ ده دي كده حاجه يا اما على البادي كومبوزيشن، يا اما هتبقى فيتنس ريليتد، يعني حاجات تيست انا هشتغل فيها مع اللاعب هتساعدني في النيوتريشن وهتبقى ريليتد اكتر للفيتنس بروفايل بتاع اللاعب. خلاص؟ او الدايتري هابتس لو دي بقى النون فيزيكال اسسمنت، العادات الغذائيه بتاعته عامله ازاي واللايف ستايل سيرفي بتاعه الدنيا ماشيه ازاي. خلينا نبدا باول حاجه اللي هو الفيزيكال اللي هو البادي كومبوزيشن، اللي هو البادي كومبوزيشن اللي احنا كلنا عارفينه. خلاص؟ طيب ده اسمه في العادي هو ما اسمهوش البادي. ماشي؟ البادي ده يا جماعه شركه. هو في شركات كتير قوي للبادي كومبوزيشن ده. خلاص؟ هو اسمه باي الكتريكال امبيدنس اناليسيس بي اي اي. خلاص؟ طيب هو ده شغال على اساس ايه؟ هو ريلاي اون الكتريك كارنت ثرو ماسلز اند فاتس. يعني حضرتك المفروض يعني زي الصوره كده ما موضحه اللاعب او الكلاينت بيطلع يقف على الايه؟ على الامبادي
رجله تتحط على الانبادي من تحت يمسك بايدين الاثنين الهاندلز بتاعه الانبادي بحيث ان ما فيش صباع اللي هو الصباع الصغير ده خالص محطوط من فوق وده الايد من تحت نفس الكلام في الناحيتين والرجلين نفس القصه ماشي. هو بعد ما بيقف لو انتوا بقى فاكرين الفيزياء بتاعه صباع عامه كده خلاص هو بعد ما بيقف ويمسك الحته دي هو بيقفل دايره كهربائيه هي الكترومغناطيك ويفز بتلف ما بين الجزئيه دي كلها خلاص بتلف بين ايديه ورجليه تفضل تلف تلف وتاخد قراياتها لو انت حتى بتشوف الشاشه كده تفضل تعلي في البرسنتج 10 20 30 40 لحد ما توصل ل 100 والتست يبقى تمام بحيث ان هي الالكترونز اللي بتلف في الجسم دي خلاص لو هي حاجه خبطت في ماسلز تبدا تقيسها خبطت في حاجه فاتس تبدا تقيسها بمعنى اخر يعني لو انت عايزين التفسير العلمي بالظبط اللي هي لو مشيت بسرعه تبقى دي ماسلز مشيت ببطء تبقى دي فاتس والمفروض ان كل سوفت وير لكل الاجهزه المختلفه الشركات محطوط لها زي سوفت وير كده ايكويشنز الايكويشنز دي على اساسها بتبدا بقى تحسب كل الحسابات اللي انت بتلاقيها في الريبورت الكبير وده هنشوف له مثال دلوقتي خلاص اللي هو الماسلز والفات والفات برسنتج والبي ام اي والووتر والبروتين والمينرالز على حسب بقى الانترا سيلر ووتر والاكسترا سيلر ووتر وكل القصه في الريبورت الكبير ده وتقسيمهم وتوزيعهم على 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 الجسم كله كل الكلام ده خلاص بيكون من خلال ايه القرايات اللي عدت في الجسم وبعد كده بتبدا الماثيماتيكال ايكويشنز تبدا تتحسب خلاص عشان كده بنقول ان الموست ريلايبل بي اي ماشين بغض النظر عن اسم الشركه او غيره ان هي تبقى 8 سايتس تعال نعدهم كده خلاص او ان هي يعني تبقى على الريست والانكل من تحت لو انا ماسك زي ما في الصوره كده حضرتك لو انت شايف السلايد صباع من فوق وايد من تحت ادي كده واحد ادي اثنين ثلاثه اربعه ادي كده اربعه سايتس وفي الرجلين من تحت خلاص تلاقي الاجهزه متطوره شويه الكعب لوحده وباقي الرجل لوحدها خلاص يبقى 5 6 والرجل الثانيه 7 8 يبقى كده 8 سايتس كل ما السايتس تزيد كل ما ده يبقى احسن السايتس قلت يبقى الاكيرسي بتاعت الجهاز ده مش حلوه يبقى الجهاز ده مش قوي خلاص يعني انت مثلا ممكن حتى هتلاقي في الصيدليات تلاقي هو الجهاز كده الراجل بيقف عليه بس ما بيعملش اي حاجه ثاني ما فيش حاجه بيمسكها وهي حاجه كده اللي عايز له دي اقل اكيرسي انت ممكن تتخيلها خلاص اللي هو حتى بتبقى جهاز طويل كده بيبقى طالع كده زي حاجه من فوق تمام وبعد كده مثلا في حاجه ثانيه بتمسكها بايديك اللي تنفع حاجه واحده دي اكيرسي اعلى سنه اعلى اكيرسي الجزئيه دي تمام طيب ده كده ايه البايومتريكال ايه امبيدنس ماشي المارجن اوف ايرور المحطوط هنا ان هو ما يعديش 3.5% عشان كده احنا بنقول للناس ما ينفعش ان انا مثلا النهارده رحت عملت البادي تيست في او بادي كومبوزيشن تيست في المكان اكس اجي بعد شهر اعمله في المكان واي ما ينفعش مصطفى لان انا لازم انا اثبت القرايه بتاعتي في مكان واحد تمام طيب ايوه مش لازم نخلي المحاضره بدون سماعه افضل الكتابه يعني طيب خليك بقى برضه حضرتك يا ريت تقول طيب ثواني طيب كده الصوت اوضح انا شلت المايك كده الصوت طب زي الفل طب نكمل كلام احنا وقفنا ان انا ما ينفعش اعمل التست مكان واروح مثلا بعد شهر او اثنين او ايا كان واروح في مكان تاني لازم على نفس الجهاز عشان الايرور اللي حضرتك اللي موجود ده يتثبت تمام فدي نقطه مهمه جدا لان انت اساسا تيجي تتكلم مع اتليت انت في العادي يعني لو اللاعب ده ملتزم وماشي معاك كويس المفروض ان هو انت بتلعب معاك 1 2 3% فات يعني مثلا سي لو لاعب كوره احنا بنتارجت معاه الفات برسنتج عنده مثلا من 8 ل 10 11 بالكثير خلاص فلو المارجن اوف ايرور ده من جهاز من جهاز لجهاز هيبقى عالي جدا خلاص لان الجهاز نفسه هو فيه مارجن اوف ايرور 3.5% فلما يروح لجهاز تاني ممكن مثلا تلاقيه هو كان 12 ممكن يبقى 11 ايه ثبت 12 تقول له طب احنا ثابتين في الرينج لا ممكن مثلا يكون زاد ممكن يبقى اقل ما تعرفش فالاحسن انت تثبت على جهاز واحد وتمشي عليه بعد كده وطبعا حضراتكم عارفين البادي ليه شروط كتير جدا يمكن اهم شرط منهم بقى عشان كده انا هنقول الشروط هنا خلاص احنا قلنا ان هي الكترومغناطيك ويفز بتلف في انحاء الجسم يعني بتقف عليها في الدائره الكهربائيه عشان كده بنقول للعيبه ما ينفعش ان انا اكون لابس او حاطط في جيبي اي حاجه متر اي حاجه
في ان هي ممكن تعمل انترفيرنس مع القرايه باي خاتم اي سلسله أي حلقه. الكلام ده كله لازم يتقلع ويتشال الاول. تاني حاجه لازم يبقى خف هدوم، يا اما لو الجهاز متطور وممكن يعمل ماينس لوزن الهدوم والكلاينت يبقى عارف خلاص مفيش مشكله. خلاص النقطه الثالثه نقول حتى عشان كده كل الكلينتس الناس اللي هم يعني لسه الانستريشن بيريد عندهم موجوده، ما هي دي بتلعب في وزن الميه وهو اساسا الكترونيك بينز بتلف وتخبط في حاجه سريعه زي الميه وهي دي المكون الاساسي للخلايا العظميه. خلاص هو لما يبقى مثلا في ميه زياده او في ميه اقل ايا كان القصه ماشيه ازاي طبعا القرايه هتهرب مني هتلاقي الدنيا راحت بغض النظر ان انا هيبقى بايظ اساسا. ماشي فدي نقطه ثانيه مهمه. نفس الكلام ما ينفعش بقى لسه نتمرن، لازم نجيب فرق 6 ساعات مع اخر تمرينه ده البيرفكت. نعم نتكلم في 6 ساعات لان البارت بتاع البلاد خلال التمرينه والموتر اللي خربت كل ده ويبقى فيه طبعا ليفل اوف دي هايدريشن بنسبه بسيطه، كل ده هيأثر لي. نوع اللاعب لو لعب تمرينه ودخل عمل لك الانبادي هتلاقي نتيجه مختلفه تماما لو هو عملها قبل الانبادي. تمام دي كده نقطه مهمه جدا خاصه بالانبادي بس. ماشي ده سامبل كده شركه انبادي هي اساسا عاملاه يعني خلاص دي حاجه ستاندرد يعني. ماشي انا يهمني كل ده لو حضرتك مركز مع الماوث كده في السلايد اللي قدامك هي الفات برسنتج. عندنا مشكله شويه ان اللاعب يجي يقول لك انا عايز اعمل فورمه. الطبيعي بتاع الشباب سواء انا بقول لك انا عايز اعمل فورمه جسمي حلو كويس جدا. المشكله بقى ان انا لو انا عملت الغلطه دي خلاص وسمعت الكلام ونسيت ان هو بيلعب رياضه معينه. لان حضرتك كل رياضه ليها اهدافها وكل رياضه ليها الفات برسنتج رينج اللي هي محتاجاه. حضرتك خرجت براه يبقى انت عملت له فورمه بس على حساب البرفورمانس بتاعه اللي هو الاساس اللي هو جاي لك عشان غلط. لو حصلت له مشكله في البرفورمانس شكرا برضه كده مشكله كبيره خلاص. فالفات برسنتج للاثليتس ما ينفعش انا احطها من دماغي، انا لازم افهم هو طريقه تمرينه ازاي، لازم افهم هو الراجل ده بيلعب رياضه ايه اساسا؟ الرياضه دي معتمده على انهي انرجي سيستم؟ اي تي بي ولا ايروبيك ولا انيروبيك ولا كله في بعض ولا قوه انفجاريه ولا ايه؟ كل ده مختلف وكل حاجه منهم تحتاج فات برسنتج معينه لازم انا كسبورتس نيوتريشنست العب فيها وهي دي الرينج اللي ما ينفعش اخرج عنها. خلينا ناخد مثال كده خلاص ده الافرج بادي فات في مختلف الرياضات. يعني تعالى حتى مثلا نتكلم في الفوتبول ماشي بيقول لك من 8 ل 18 فده دكتور 18 ده كتير جدا يعني لاعب كوره. لا هو هنا بس عشان طبعا يعني هم هنا قصدهم الفوتبول اللي هي كره القدم الامريكيه. فاهم؟ فلو طبعا جه ولد قال لك انا عايز اعمل فورمه كره القدم الامريكيه اللي هي الرجبي لو انتم يعني الناس تعرفها الناس بتخبط في بعض ولازم يبقى اللاعب عنده بنيه جسمانيه قويه وعاليه عشان يقدر ان هو يشيل اللاعب اللي قدامه ان هو يخبطه ان هو يقع على الارض رياضه عنيفه. تمام؟ فما ينفعش انا مثلا ان انا هتارجت ال 8% دي لان انا محتاج نسبه فاتس تحتمل الصدمات ان هو هياخدها. تمام؟ فما ينفعش نيجي يقول لي كده اقول له طب يلا نعمل الفات برسنتج دي ما عنديش مشكله. يتبان قوي بقى حضرتك فين في الجيمناستكس. في الجيمناستكس بص على فكره تلاقي كده ايه من 3 ل 6% بادي فات برسنتج. الناس اللي بتلعب جمباز ماشي حضرتك لو شفت اي بطوله اولمبيكس على الجمباز خصوصا مثلا الجمباز الايقاعي والحاجات دي كلها تبقى اقل رياضه محتاجه نسبه فات. ما ينفعش هنا اقول بقى ايه لا ده انا هتارجت معاك 10% انت كده شكرا ضيعت. خلاص فكل رياضه ليها متطلباتها وكل رياضه لازم اتارجت حته معينه. شطارتي انا بقى كدكتور ان انا اوصل للنسبه المنخفضه جدا دي وانا محافظ على صحه اللعب. هو بقى اللعب هنا. تمام دي التريك اللي المفتاح اللي انت من خلاله تقدر توصل للهدف اللي حضرتك عايزه. خلاص لو احنا مثلا جينا على الويت ليفتنج تحت اخر مثال الويت ليفتنج تحت بص هتلاقي الرينج رامي معايا لحد 16% ده كتير بالنسبه للرياضيين ده كتير. لو جينا على فريند اللي هي مثلا رامي الرمح او رامي الجله بص حضرتك لحد فين بالنسبه للرجاله 20% بالنسبه للفيلينز 30% ده كتير ده كده خلي بالك عنده ديلي فات. ماشي بس ليه؟ لان الرياضه هي قوه انفجاريه هي مره واحده هو يقف وحامي مثلا هي رمي الجله او حاجه هو بيرمي هتلاقي حتى كل لعيبه ضخمين ولا عندهم ديلي فات كده خلاص لان هو هنا محتاج حاجه قويه جدا يبدا يرمي من خلالها الحاجه فلازم يبقى الفوليوم بتاعه نفسه قوي. فكل رياضه ملهاش علاقه انا عايز اعمل فورمه ولا عايز اعمل ايه اسسمنت هنا ده مهم جدا. تمام؟ طيب كده احنا اتكلمنا على الانبار كده في عجاله سريعه لان دي حاجه مشهوره قوي. بقى نتكلم في الحاجات الاصعب شويه. ماشي؟ البادي كومبوزيشن او بقى اول تاني حاجه معانا هي السكين فود ميجرمنتس.
هيد ويند ميجرمنتس دي من اصعب الادوات، مع انها هي سهله جدا ان انت تجيبها، بس اصعب الادوات استخدامها. ماشي. ده ليه يا حضرتك؟ ثواني بس معلش. ماشي. ده حضرتك لان هي مانوال بشكل اساسي، هي مش 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 حاجه مثلا ديجيتال انت تقعد مثلا اللاعب بيقعد يعملها لوحده وانت تقعد على جنب، لا انت بتعملها بايدك. هو الجهاز اللي قدام حضرتك ده، خلاص الجهاز ده حضرتك انت بتمسكه بنفس الشكل كده. انا عندي واحد بس للاسف يعني نسيت اجيبه من هنا. بتمسك بتحط صوابعك هنا، والصباع اللي هو الصغير ده حضرتك بتضغط بيه هنا. خلاص وهوريك الصور دلوقتي عشان الدنيا تبقى باينه. ماشي. تعالى ناخد السلايد بعدها بعد كده نرجع هنا تاني. بص حضرتك الدنيا بتمشي ازاي. خلاص الدنيا هنا بتبقى قويه شويه. ماشي. ومحتاجه ان انت يبقى عندك مهاره وتدريب عالي جدا عشان تقدر تاخد القياسات بشكل سليم. زي ما انتم شايفين كده شكل الايد عامل ازاي، والصباع الصغير يفتح ويضغط. خلاص انت بتدوس عليها، بتدوس على الجزئيه دي كده بالظبط، بيبدا المقاس معايا يفتح. خلاص بتاخد، خليك كده معايا في الكاميرا، بتاخد من الجنب اهو، تاخد جزء من الجلد بايد، والايد الثانيه تبدا تسيب الدوسه اللي انت كنت قايسها دي، تبدا تفكها واحده واحده لحد ما تقفل عليها. انت بتاخد الجلد والسبكيوتينيوس فات او الدهون اللي تحت الجلد. خلاص المادة اللي قايم عليه الحوار ده ايه حضرتك؟ خلينا كده ناخد السلايد الثاني اهي. ماشي. ان هم لما عملوا ابحاث كتير جدا، عشان طبعا دي هنتوش شرحها يعني هناخد الملخص بتاعها، لقوا ان انت تقدر من خلال السبكيوتينيوس فات تدخل في ايكويشن معقده جدا، تقدر من خلالها ترفلكت الانترن فاتس عامله ازاي في جسمك. تمام. فانت بتاخد من سايتس مختلفه، هو في الحقيقه 8 سايتس. بتاخد من البايسبس، ماشي، بتاخد من البايسبس، تاخد من الترايسبس، تاخد من السبسكابولار ويرا، تاخد من التشست، تاخد من تحت كده هوريكم الصوره تاني من جنب بسرعه على طول، اللي هي الابدومين. بتاخد من الجنب الحته اللي احنا اللي هي البيلي فات او كده سوبرا سباينال، تاخد من الثاي من الفخذ، بتاخد قياس من القاعد في الورا من السمانه. كل دي قياسات بتاخدها كده من ناحيه اليمين. خلاص المفروض ان انت بتدخلها ايكويشن معانا. الايكويشن دي تبقى قايله لك كذا، والله ده الفضل البادي فات برسنتج بتاعته كذا. تمام. فهي زي ما قلنا العيب الوحيد بتاعها ان هي مانوال، هي مش ديجيتال، فانت محتاج ان انت تمر عليها كتير جدا. يعني الصوره اللي حاططها دي اللي هي الاي اس اي تي، هي انترناشونال سوسايتي فور ادفانسمنت اوف كلينيكال كيرديتري، كلمه معقده كده شويه. خلاص دي نظام حضرتك في امريكا بتدي شهادات لدي. يعني تخيل الناس هناك محتاجين ان هم يطلعوا الموضوع بمنتهى الدقه، لدرجه ان في شهاده وكورس عملي بيتاخد هناك في امريكا في الحته دي، بس ان هو ازاي تقيس بالسكين فولد وازاي تعمل بقى قياسات. بس السكين فولد هو رقم واحد عندهم. طب هل هو الرياضي لما نعمل البادي تيست وخلاص بادي كومبوزيشن تيست يعني الموضوع تمام؟ لا، عايز اقول لك ان ده لو انت حضرتك تريند وبتاخد قياساتك بطريقه سليمه فنتائجه احسن من الماضي 100 مره. ليه يا دكتور؟ لان لو انت فاكر احنا قلنا في البادي كومبوزيشن تيست اللي هو البي اي 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 هو ماثيماتيكال ايكويشن في الاول وفي الاخر، مهما كان الجهاز متطور هو ماثيماتيكال ايكويشن. فلو في اي غلطه موجوده في السوفت وير شكرا، النتيجه راحت، بتطلع لك حاجات غريبه، وده بيحصل كتير جدا، ممكن تلاقي الجهاز ضرب بالراحه، كمان بيطلع نتائج غريبه. فالمارجن اوف ايرور ده هنا بقى في السكيل فورد اللي هو 3.5% ده للجهاز نفسه. لكن انت لو انت بتقيس غلط ممكن ما شاء الله ايرور مثلا تلاقيه 70% ده ضارب منك. لكن لو انت تريند كويس وبتاخده بطريقه سليمه خلاص، وبدات تتمر عليه مره واثنين وثلاثه و10، الايرور بيبدا يقل معاك جدا ونتائجه مور ريلايبل عن اي حاجه ثانيه من الحاجات المانوال والسهله اللي احنا بنستخدمها. تمام. طيب زي ما قلنا هم 7 ستاندرد سايتس، ومعاهم السايت الثاني بس ده مغطيه عندي في الشاي. ماشي. طيب دي زي ما قلنا كده الشيست والفاي والابدومين والترايسبس والفاي والسوبرا سبانال، دي الحاجات يعني منظمه الايس. ماشي. ومعظم الدكاتره في العالم بقوا يستخدموا 3 سايتس عشان دي اسهل شويه وتايم سيفنج اكتر، ان انا استخدم 8 سايتس. طبعا ازاي اخد قياس سليم يا دكتور من الحته دي حضرتك؟ حضرتك عشان تاخد قياس سليم المفروض ان اللاعب ما يكونش متمرن طبعا، لان هو هنا بقى اكتر انت بتاخد جلده. فلو اللاعب مثلا كان بيلعب تمرينه مستخدم فيها البايسبس ايا كانت نوع التمرين، سواء جيم او رياضه معينه او غيره، فالبامبنج هنا بيبقى عالي جدا.
فانت مش هتعرف تمسك جسمك، مش هتعرف تمسك الجلد بتاع اللاعب اساسا عشان هو صعب، هو في بامبنج عالي. فانا مش قادر، انت لو شديت البايسبس عندك وحاولت وانت سايبها حاولت تاني هتلاقي الموضوع فيه فرق كبير بتتابع لو انت متمرن خلاص. فدي نقطه مهمه جدا لازم نبقى ايه، لازم نبقى فاهمينها، ان هو ما يكونش متمرن ونبقى فيري 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 ريلاكسد. هنا ما فيش مشكله في حته الصيام والاكل والكلام ده كله زي البادي كونديشن تيست خلاص اللي هو الانبادي يعني، ولكن هنا لازم يبقى ريلاكس، لان هو لو وقف معاك توتر ولا عمل اي حاجه وشد بس البايسبس، شد عضلات بطنه، هتاخد رأي مختلف. فهي دي مشكله السكين فولد ميجرمنت الرئيسيه، ان اللاعب لو هو عمل اي غلطه او حضرتك خدت من سايت غلط دي مشكله. فهو دايما هتلاقي ايه، هتلاقي كده حضرتك حتى في الصور هو هنا بياخد من نص السايت بتاع الترايسبس بالظبط، مثلا بتاعت التشيست ما بين، خليك معايا مثلا في الكاميرا هنا، ما بين الجزء ده ابديت بالظبط لحد الحلمه بتاعت التشيست، مصدر النص يقيس بربنديكولر، الجهاز ينزل بربنديكولر راح واخد قياسه. الترايسبس نفس الكلام النص وراح قايس. بص اهو معاك الثاي نفس الكلام ما بين الجزء العلوي من الركبه لحد الحوض فوق، نفس الكلام بالنسبه للابدومين، الابدومين جنب السره بالظبط خلاص. اخد زي مثلا حوالي 2 سم فوق 2 سم تحت، اروح اخد في النص بالظبط كده واروح واخد قياسي برضه داخل نص داخل بربنديكولر، ادي 90 ديجري 90 ديجري. نفس الكلام في الايه؟ في السوبرا سباينال داخل بربنديكولر، داخل كده يعني يا بقيس كده الكاميرا معايا يا بقيس كده. المهم ان انا ما اروحش بزاويه، رحت بزاويه القياس هيطلع غلط. تمام؟ هي دي يعني مشكله السكيل فولد كبيره، ولكن هو اكتر حاجه ريلايبل وموجوده وسهل ان انت حضرتك تجيبها وسهل ان انت تستعملها على اللاعب، بس عايزه تريننج ايه كتير جدا. تمام؟ يبقى لحد ما اشوف كده بس صعب عليا كده يعني. طيب بعد كده عندنا يعني دول اللي فاتوا دول سواء البي اي اي او الـ او السكيل فولد ميجرمنت، هم اكتر حاجات سهله موجوده في مصر وموجوده في اي حته تقريبا، اللي هم حاجات بسيطه تكلفتها ما بتبقاش عاليه قوي يعني خلاص، فسهل ان احنا نستعملها. مش كده بقى من الحاجات اللي هي مور اكيوريت ويعني ممكن نقول ان هي جامده جدا وممتازه، فيري 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 اكسبنسيف، ممكن توصل يعني مئات الالوف، ممكن توصل لملايين خلاص، وصعب تلاقيها اساسا، صعب تلاقي حد حتى تريند ان هو يستعملها. ولكن احنا الولا اللي انت لازم تبقى عارفها، لان انت لو عندك لاعب ده وارد جدا وده بيحصل بيسافر بره يلعب بطولات بره او بيطلع معسكرات بره، فممكن تجيله فرصه يعمل التست ده بره، فساعتها لازم حضرتك تبقى فاهم الحاجات دي موجوده ازاي. فطبعا هم امثله يعني فوق ما تتخيل كتير جدا، فانا اخترت اكتر ثلاثه ممكن ان احنا ايه نتعرض لهم واشهر ثلاثه. اول حاجه دي اكس اي، لو انتوا عارفين الجهاز الدكسا لو معانا اعتبار 20 وخصوصا من اعتبار العظام مثلا يعني، فجهاز الدي اكس ايه ده لو بيقيس البون ديستي خلاص، هو جهاز تقريبا هو بس بيبقى يعني معمول كده شويه حاجات عشان بيبدا ان هو يطلع لك الفات فري ماس، يطلع لك الفات ماس خلاص. فهو عمل بالظبط زي الجهاز البي اي ايه اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه اللي احنا بنسميه هنا في مصر الانبادي خلاص، هو بيطلع لك كل حاجه. طيب هل هو اكيد؟ هو فيري اكيد، ممتاز في الحته دي، تقدر تستعمله وتقدر تعتمد عليه بطريقه عظيمه جدا، وما لهوش كل البريكوزيتس ريكويرمنتس اللي انت محتاجها. لا ده لازم يبقى قصير، لازم يبقى مش عارف ايه، سهل، الحاجات دي كلها مش فارق معايا. عيبه الرئيسي خلاص ان هو لازم يبقى ال العيب الرئيسي بتاعه هو غالي جدا. العيب الثاني ان هو ما بيحسش بالفروقات البسيطه، ان كان اللاعب مثلا لما حضرتك بيجي لك العيله ممكن انت مثلا بتعمله البادي كل ثلاث اسابيع مثلا خلاص، او كل مثلا 20 يوم على حسب بقى انت النظام بتاعك بتعملها ازاي. جهاز البادي هو بيعمل على نفس جهاز البادي او بتعمله مثلا سكيل كولد ميجرمنت، فانت بتحس بالفرق خلاص، لو لاعب كان ملتزم وبيتمرن و الى اخره فانت بتحس بالفرق. مشكله الدي اكس اي ان هو لا، لازم يبقى في فرق واسع، لازم يبقى في فرق كبير. هتلاقي التايم فريم ما بين القياس ده والقياس الثاني ممكن يوصل لفوق الشهرين وفوق التلاتة عشان يبقى في فرق كبير عظيم تبدا ان انت تقيسه. فدي مشكله دي اكس اي الرئيسيه. طبعا بغض النظر هو غالي جدا خلاص، هو غالي كجهاز وغالي بقى كقياس، هو قدامه انت تلاقي قياس نفسه غالي جدا. ثالث حاجه الراديشن اللي طالع من الجهاز على جسم اللاعب، دي من الحاجات الغير محببه لاي حد عموما خلاص.
فدي عشان كده حتى من الحاجات اللي احنا بنقول لا ده انا محتاج مثلا لاعب يروح له كل 3 شهور عشان يبقى الراديشن ضعيف جدا ما يأثرش على صحه اللاعب على المدى البعيد. ده كده الدي اكس ده موجود بره في مراكز رياضيه بره، لكن يعني ده مش موجود في مصر يعني خلاص، يعني موجود ده في العظام بس لكن مش علاقه بالقصه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها كاسسمنت الرياضيه. البوب بوت ماشي دي زي الرول كده خلاص معموله مفروض ان اللاعب بيخش فيها بيقعد مثلا نص ساعه او ساعه على حسب الجهاز خلاص، وهي بتطلع الرياضه بتاعته ماشي. مشكلتها ان هو لو اللاعب في اي جزء الجسم مبلول سنه صغيره يلاقيها بسيطه ماشي، يلاقيها داخله في قصه ووتر ديسبيسمنت وقصه كده عظيمه قوي خلاص، فهي دي مشكلتها الرئيسيه ماشي. فعشان كده حتى هتلاقي اللاعب يقول لك دايما احنا بننصح اللعيبه لما يجوا يعملوها ان هم يبقوا لابسين لبس سباحه، فلو هو راجل يبقى لابس المايوه، ولو هو فيميل لابس اللي هو المايوه اللي هو بيبقى مغطي الجزء ده كله، ويبقى من فوق لابس الايه الهيد بتاع السباحه ده عشان يقفل على الشعر خالص، يبقى انا ضمنت ان مفيش اي حاجه مقلوبه خالص في النهايه تطلع سليم ماشي. طبعا مشكلته الرئيسيه ان هو غالي جدا ماشي، نفس قصه الدي اكس اي. الالترا ساوند مش غالي، الالترا ساوند دي نقطه جميله جدا ماشي. الالترا ساوند هو ماشي بقصه ان هو برضه انت نفس السايتس بتاعت السكين فولد اللي اتكلمنا عليها، البايسبس والترايسبس سب سكايلر تشست الابدومين سوبر سباينال الفاين كالف تحت، بتاخد عليها نفس الاسيت نفس السايتس دي خلاص، بتقف بيقف عليها التستر اللي هو هيعمل تيست للاتليت او الكلاينت، بيحطها مثلا على جزئيه ترايسبس اهو ويبدا يشرب خلاص. الويفز بتطلع الالترا ساوند ويفز، الهاي ريزوليوشن ويفز دي فاتس بس خلاص، هي دي القصه في الالترا ساوند كلها، ويبدا يقيس في كل السايتس نفس الكلام تمام. فهي كويسه جدا وعمليه جدا جدا خلاص، ولكن طبعا انا لو عندي مثلا الدبي او جهاز يعني دي اي وعندي جهاز سكين فولد فانا مش هستعمل الالترا ساوند، لان هي مش حاجه حتى لحتى هذه اللحظه محتاجه لسه ابحث شويه عشان تطلع الكويشنز من خلالها اقدر اترجم المرايات اللي طالعه، لسه الحته دي عايزه تزيد شويه خلاص. لكن هو جهاز موجود وممكن يكون موجود منه في مصر ماشي، لكن هو زي ما قلنا قصته بس ان هو نوت موجود 100% محتاج شويه ابحاث زياده شويه عشان نقدر ان احنا نستخدمه في الحته دي تمام. ومش محبذ يعني ان الناس يعني برضه مشكلته زي مشكله السكين فولد، في ناس هتتضايق وهتزعل ومش هتبقى مستريحه ان حد يعمل عليها تيست، ان مثلا انا امسك البايسبس كده مصور او بنت مالهاش علاقه خلاص، ان انا اعمل من هنا مثلا واروح ماسك البايسبس او تشست الابدومين، في ناس ما بترتاحش في حاجه زي كده، في كده عيب رئيسي في الجزئيه دي تمام. كده احنا خلصنا ماشي، خلصنا الفيزيكال اسسمنت، سواء كنا بنتكلم على البادي سواء كنا بنتكلم على الجزئيه بتاعت السكين فود الدي اي اي والسكين فود والثلاث اجهزه اللي بعد كده. عندنا في الفيزيكال حاجات فيتنس ريليتد تمام، دي اللي احنا قلنا عليها ان هي زي تيستس احنا بنعملها خلاص، ليها علاقه بالفيتنس وريفلكتد في النيوتريشن بلان بتاعتك عشان تبدا تطلع كلام كويس في البلان اللي حضرتك. تعالى بقى نفهم الكلام ده كده عشان من هنا يعني الكلام رخم حبتين. اول حاجه الفيو تو ماكس تيست، طيب ده شكل تيست ده كده حوالي شكل تيست ماشي. التيست زي ما انتم شايفين الاثليت بيطلع على تريد ميل، المفروض دلوقتي مخصوص لحاجه زي كده بيخش فيها سلوك كتير جدا ماشي، فيها شاشه خلاص بيحط ماسك، مش عايز اقول لكم الماسك ده انا هوريكم الصوره كده من عندي يعني في المركز، الماسك ده بيقفل خالص على الاثليت فوق ما تتخيله خلاص، يبقى نفس فيه رخم شويه ويعني بيجيب لك اقل حاجه تقدر ان انت تتحرك بيها ماشي، عشان ما يعني انت هو الماسك بيقفل كده اهو خلاص، وما تلاقيش حاجه بيطلع من فوق هنا زي مثلا الماسك اللي احنا بنلبسه دلوقتي بتاع الكوفيد ماشي، الفيس ماسك بتلاقي انت لو نفخت شويه تلاقي الهواء طلع من فوق، لا هو ما ينفعش يطلع، هو بيطلع لو انت مسكت السلايد من الجزئيه دي فقط لا غير، بحيث انا عشان اعمل تيست للاعب هو بيستخدمه صح ولا لا او حاطه بطريقه سليمه ولا لا، بروح حاطط ايدي اسد بيها الجزئيه دي. انا مش عارف يعني خلاص شاور ان مش عارف اتنفس يبقى احنا كده تمام، انما لو حس ان في هواء طالع من فوق لا كده مش هتربط ضربت من ورا اكتر، فالموضوع بيبقى اصعب واصعب. خلاص؟ ده البيست انديكيتور للكارديو فاسكولار سيستم بتاع اللاعب.
والايروبيك اندورنس. الناس اللي هي رياضات اللي محتاجه ايروبيك اندورنس بتحتاج كتير. الناس مش هخش في الجزئيه دي بقى يعني قصه لوحدها، لكن الايروبيك اندورنس عرفنا في الحته دي يعني ماشي، وفيها كارديو فاسكولار سيستم شغال بنسبه قويه جدا، هو ده البيست انديكيتور للليفل اوف فيتنس بتاع اللاعب بدون اي نقاش. تمام؟ فهو هنا بقى عايز اعرف، انا عايز اعرف ايه؟ خلينا كده عشان اجيب لك الجمله بالظبط. بيقول لك الفيو 2 هو amount of oxygen that can be consumed by a person. خلاص؟ هو كميه الاكسجين اللي يقدر الاثليت او البيرسون هو ان هو ياخدها. فانا بقول VO2 max، يبقى الماكسيمم amount of oxygen خلال التدريب يقدر اللاعب يمشي بيها. measured as كام ملي من الاكسجين خلاص؟ لكام كيلو من الجسم لكل دقيقه. المهم خلاص في الحته دي عشان نوصل بقى للحته اللي احنا عايزينها بالظبط. خلاص؟ هو هنا انا عايز اعرف الانديورنس بتاع اللاعب ده عامل ازاي. ماشي؟ تعالى كده ناخد الشكل. ركز معايا بقى في الصوره دي حضرتك. خلاص هنا بنوع الاكسجين كونسمشن، بعد كده الاكسرسايز انتنس. البروتوكول بتاعها ايه؟ البروتوكول بتاعها ان هي بتبقى 10 دقائق بس كده، 10 دقائق. ماشي؟ اللاعب بيبدا يجري على تريد ميل بعد ما تتوصل، وبعد ما كل حاجه توصل انا وريت السيره احسن من دي، بس بعد ما تستعد على طول. خلاص؟ ويبدا يتحرك واحده واحده بانتنستي خفيفه خالص، يعني ياكل مثلا 50% من الانتنستي بتاعه، يعني نص المجهود بتاعه من الفي او 2 بتاعه او الفي او 2 ماشي، و 50% الفي او 2 ماكس بتاعه ماشي، وابدا كل دقيقه تقريبا اروح ازود واشوف الدنيا اخبارها. المفروض ان الكيرف يبدا معايا، انت كل ما هتتحرك اسرع كل ما الاكسجين كونسبشن اعلى، صح كده؟ لو انت قاعد تنفس بالراحه، لو انت بدات هتلاقي الموضوع بيزيد معايا. فكل ما الانتنست بتاعت الاكسرسايز، كل ما الاكسرسايز بقى اعلى، كل ما الاكسجين كونسبشن بيبقى اعلى، ويبدا يزيد 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 لحد ما يوصل لوقت البيو بلاكس. اللاعب مش هيقدر ياخد اكتر من كده، فانت لو زودت عليه هيقع منك. خلاص شكرا. هنا بقى اداء الانديورنس بتاع اللاعب، هي دي احسن او دي اعلى انديورنس للاعب. فمن خلالها يبدا مخطط الاحلام بقى بتاع اللاعب، او مدرب الفتنس بتاع اللاعب يبدا يشتغل على دي عشان يبدا يعليها. هو مثلا كان اخره في الجزئيه دي، فابدا اعليها الجزء اللي فيها. لو عاملين التست مثلا سنه مثلا 3 شهور، فعامل كمان تست وهكذا وهكذا وهكذا، فلاقي ان الكيرف بعد كده بيبدا يعلى معاه واحده واحده. يعني هو ده مثلا الشارت بتاع الومن والمن. لو احنا مثلا جبنا حد خلاص من 20 ل 29 سنه، معظم اعمار الاليت اتليتس في الحته دي خلاص، لو هو مثلا وصل عند 41 ده اقل حاجه، وهكذا وهكذا. انا عايز طبعا الاليت اتليتس يبقى في الاكسلنس المينيمم بتاع الاكسلنس. لو هو في الاوف سيزون ومريح بقاله كتير مثلا شهر ولا حاجه، ممكن يبقى في اخر الجود، وصل لايه؟ لاخر الجود. ماشي؟ احنا زي ما قلنا ملي بالكيلوجرام برمات، فهو وصل ل 50 ده اخر الجود. فلو هو في الاوف سيزون في الحته دي يبقى تمام، لان اول ما يبدا بقى يشتغل تاني التدريب يرجع ويبدا يتمرن تاني، المفروض ما يبدا يخش في الاكسلنس. عشان مع بدايه السيزون بتاع اللاعب بغض النظر عن رياضته يبقى في السوبيريور. ده الليج اتليتس. هنا ده اعلى حاجه، ده اللي هيبدا التمرين من نهايه اخرها بيرفكت. ما تلاقوش قاعد بيهبط معاك. قدام معاه ناس في سباقات الماراثون، تلاقي الناس في الاخر بتقع. ده ليه؟ لو الدنيا عنده كلها بتقع. طبعا لو احنا قلنا ان كل حاجه ماشيه عنده كويس، نيوتريشن ماشي كويس، نيوتريشن ديورنج الريس كله تمام، بس تلاقي الجيتو ماكس هو ده اخره، هو مش قادر يعلى عن كده. السرعه بتاعته قاعده ايه؟ بتقل. تمام؟ تعالى اجيب لكم بقى حاجه واضحه شويه. ده حد عندنا في منتخب مصر يعني في الكاراتيه ماشي. فهنا بيقول لك اهو يو هاف تو اب تو ابريثنج ماسك ماشي، بتلبس الماسك ده في وشك اهو خلاص. بروجريسفلي مور ديفيكالت تريتمنت تيست، يعني بيبدا باقل حاجه وابدا ازيد مع اللاعب في الانتنستي بتاعه الجري والتمرين واحده واحده خلاص. ان هو بيقول لك اندر ستريكت بروتوكول سبورتس بيرفورمانس لاب. هنا اللاعب لازم قبل ما يبدا شغل لازم يمضي ان هو موافق ان يعمل التيست ده. التيست ده مش سهل، انت بتقفل واللاعب بيجري والانتنستي بتعلى والسرعه بتزيد، فكل الكلام ده ممكن لو لاعب عنده مشكله مرضيه ومخبيها ممكن يحصل له حاجه على طول بدون اي مقدمات، يقع مره واحده. فلازم يبقى هو متعهد ان هو فاهم هو هيعمل ايه، لازم يبقى كاتب ان هو لا يعاني من اي مشكله. عشان كده حتى بيبقى في دكتور واقف دكتور تغذيه بس، دكتور موجود خلاص عشان يعمل لو في اي مشكله. خلاص هنا اهو اللاعب كان لسه في البيت يعني لسه كان التست ما خلصش. هنا الهارت ريت بتاع اللاعب اهو، وهنا الفي او 2 بتاعه مثلا او 35.7
ماشي اللي هو اليونتس بتاعت 55.7، وكان لسه ولو دي الصفرة اهو خليك معايا كده وركز في الماوس معايا، لسه كان بيطلع بس هو خلاص كان قرب يوصل للبيك بتاعه. تمام، فلو رجعنا للصوره اللي قبلها تعالى اهو الانش من 20 ل 29 هو كان في الاكس نت. تمام، كان معدي كمان الاكس نت، هو لو كان خلص تيست تقريبا كان ممكن يخش في السوبر اللي هو كده. لا تمام خلاص وهكذا بقى، وانا المفروض افضل محافظ على الجزئيه دي. طب انا التست ده برضه هيفيدني ايه يا دكتور؟ معلش يعني هطلع منه بايه انا بقى كنيتريشنست في الكلام ده كله؟ ان انت لو هو البيوتو ماكس بتاعه قليل المفروض انا حضرتك في تمرين الايروبيك اللي هي معتمده على الايروبيك سيستم ان الكوتش بيحطها تبدا انت تساعده عشان يبقى مستوى السكر في الدم كويس ومستوى الطاقه عنده كويس عشان يبدا يساعد معاك ويبدا ان هو يعلي الفيتنس بتاعه بسرعه. ودي وظيفتك انت حضرتك يا دكتور. تمام؟ ده شكل من اشكال الايروبيك اللي بتطلع، ده شكل الايروبيك اللي بتطلع للعب. وبيطلع حاجات كتير قوي بس خلينا في الحته دي بس. ماشي؟ هو هنا بقى المفروض ان الريبورت اللي بيطلع بيتباعت الشركه اللي انت متعاقد معاها يعني، وبيرجع لك يقول لك بقى كل الريكومنديشنز الخاصه باللاعب. فلو احنا اتكلمنا عن النيوتريشن بلان طبعا كونفيدشواليتي فانا مخبي بس، ماشي؟ ده بيقول لك سرعه الميتابوليزم عند اللاعب عامله ازاي؟ ويبدا يديك الريكومنديشن بتاعك، هل هي بطيئه؟ هل هي سريعه؟ هل هي متوسطه؟ وهكذا. ويبدا هنا يقول لك هنا دي او بي دي ام اللي هو البيت بير مينت خلاص؟ فالهارت ريت بتاعه ماشي لما يكون من كذا لكذا ده بالنسبه للاعب كده لايت انتنستي، لما عليها شويه مودريت، لما عليها شويه فيري هاي انتنستي، على حسب بقى نوع التمرين اللي هو بيتمرنه خلاص. فده بيديني انا فرصه مع الكوتش هنيجي بقى نتعاون مع بعض ان احنا بنتربيتين حته اللي والله انا عايز اخليه يعمل هات نص، فانا عايز ادخله اوريدك الحته اللي هي مثلا مودريت وهاي انتنستي مثلا 75% 70 75%. طب ده انا اشتغل على الهات نص وهيبدا يشتغل كده. لا والله احنا الاسبوع ده عايزين نعلي مثلا الاندورنس بتاعه بهاي انتنسيتي تريننج، فابدا انا مثلا انا ايه نزود مثلا الكارب شويه بقى وابدا ان انا اشتغل معاه اكتر. هو ده الاسسمنت اللي لازم يتعمل اللي من خلال حضرتك مع الكوتش تبدا ان انت تزق مع بعض الحاجه دي. وطبعا بيطلع معاك ده طبعا كان زي ما قلنا كبير جدا بس كان بيطلع من الدي او تي باك دي او تي بي كان اسف بيقول لك كام بالنسبه للاعب. تمام؟ تاني حاجه انك تنت في شوت ماشي احنا طبعا عارفين اللاعب لما بيتمرن تمرينه قويه جدا بيطلع لك اسيد الميلي كرامس يعمل له مشكله اللاعب ما يقدرش يكمل ممكن يحصل كرامب عالي جدا يديله اصابه وهكذا وهكذا وهكذا. فقال لك ان انت هنا يعني خلينا نجيب الصوره كده ان انت بتعمل لاكتيت في شول تيست عشان تشوف اللاكتيت عند اللاعب بيطلع في انهي انتست من التمرين خلاص بيطلع من انهي انتست من التمرين خلاص. فالمفروض ان الكوتش يبدا بعد كده يشتغل على الانتست دي عشان البادي او الجسم اللاعب يحصل له ادابتيشن وتاقلم مع الانتنسيتي دي فيبدا اللاكتيت ريشولد يعلى اكتر هو يزود معاه هو يعلى هو يزود معاه. وحضرتك بقى في النيوتريشن بلان تبدا ان انت تدخل حاجات تاخر طلوع اللاكتيك اسيد ماشي. فالاسيد ده مهم جدا للعيبه الاليت عشان الجزئيه دي ان هو ما يجيلكش يجي له كرامب في النص اللاكتيك اسيد طلع البرفورمانس وقع تحصل مشاكل كتير جدا. فحتى هو بيقول لك البروسيجرز very similar to the max testing خلاص هي تقريبا نفس البروسيدرز يعني لدرجه ان ناس كتير جدا بتعمل التستين في بعض وهو شغال. يعني لو جبنا الصوره اللي فاتت ثواني وهو شغال كده مثلا على التريد ميل او هو مثلا كان بيعملها على البايك البيوت ماكس ممكن يتعمل على الناحيتين بناخد منه على طول يعني بناخد من ايده كده على طول لو انت بس معايا في السلايد ناخد من ايده على طول لعينه الدم نبص ونشوف ايه الاخبار ونفضل لحد يقول لك until at least reaches failure لحد ما خلاص او لو جري تاني حرفيا هيقع ده اللي خلاص كده ده لابتوب شغل بتاع اللاعب ابدا انا بقى اشتغل فيه فكوتش تبدا انت حضرتك نيوتريشن بلان معاه او بتعرف ان الكوتش هيشتغل مثلا في التمرينه في الاسبوع ده في مثلا تمرينتين او ثلاثه هنشتغل في الحته دي عشان عايزين نعليها تبدا انت تبقى متاكد ان في اكلات داخله وفي مشروبات داخله بتاخر الايه اللاكتيت بتاخر اللاكتيت عشان تحافظ ان انا اقدر اكمل التمرين فتعالي الادابتيشن بتاعه فتلاقي لما تيجي تعمل تيست مثلا سي بعد ثلاث شهور ولا حاجه تلاقي الموضوع بدا يعلى مع اللاعب وهكذا وهكذا وهكذا. طيب هنا اهو هي الحته اللي احنا بنتكلم فيها ويمكن ان شاء الله احنا باذن الله هنبقى نطلع بعد يعني ظبطت مع دكتور محمود نطلع الهاند اوت دي مفيش مشكله خلاص هتدوسوا بس على اللينك هنا ده لينك اهو طلع اللينك قدامكم
ده في فيديو كامل بيوضح نص ساعه بس اللاكتيت كله لو انت عايزين تشوف. في عند 6 دي دي ان هو ده برضه نسيت قوي جدا في امريكا الايه في الحته دي. السوبرست استراحه ده ما حدش بيعمل الاسيشن مع انه حاجه قويه جدا وانا يعني قلت احطه لان ده هيفرق جدا جدا مع اللاعب. احنا عارفين ان اللاعب في خلال التمرين خصوصا لو الدنيا حر خصوصا لو هاي انتنس تريننج اللاعب بيعرق جدا جدا بيعرق ويشرب عرق ويشرب حرق ويشرب عرق. بنقول للاعب اشرب ميه. ما شرب ميه مفيش فرق يعني هو بيشرب ميه مفيش برضه مفيش حل وبرضه هو عنده مشكله. ف قالوا لا خلاص ده هو الموضوع ده اكيد ليه طريقه احافظ بيها ان الميه واكل بيها من الميه اللي بدخلها اللاعب اثناء التمرين مناسبه ومواكبه للمجهود اللي هو بيبذله. ما يبقاش مثلا اللاعب هيتمرن ساعتين ويشرب ميه صغيره، زي ميه صغيره. مش اللاعب يتمرن ساعتين عنده سباق مثلا ماراثون ثلاث اربع ساعات وزي ميه كبيره واحده بس اللي بيشرب، اكيد في غلط. ولو اللاعب يعني احنا عندنا لعيبه يا جماعه مجرد ما بتسخن يعني بقى بس تخش النادي ولا تخش الجيم ولا تخش السبورتس بيرفورمانس سنتر بتاعها بتعرف. فكل ما هيبقى غير تاني ما ينفعش بقى اقول له انت اول ما كنت تشرب 3 لتر في اليوم وانت تشرب 4 لتر في اليوم. دي قصه بديهيه بره التمرين اللي عايز اعرف التمرين انا معايا. خلاص؟ فقال لك ايه؟ احنا هنحسب حاجه اسمها سويت فيتنس. انا عايز احسب اللاعب هيعرق بكميه قد ايه او بمعدل قد ايه في التمرينه دي. فقال لك هي حاجه بسيطه جدا هتلاقي حاجه الموضوع حتى بديهي واحنا بنشرحه يعني كان الموضوع سهل. خلاص؟ احنا هنجيب وزن اللاعب قبل ووزن اللاعب بعد. تمام؟ يبقى ده الويت لوس بتاعه المفروض يعني هو يعمل تمرينه قويه فبيخس بعد التمرين على طول ينزل ميه بعد شهر عرق ينزل ميه. تمام؟ والديوريشن بتاعت الاكسرسايز بالساعه هو يتمرن ساعه يبقى 1 يتمرن ساعتين يبقى 2 ساعه ونص يبقى 1.5 وهكذا. طيب وزن الميه اللي هو هيشربها مثلا اهي الازازه اهي دي مثلا 600 مللي خلاص يبقى 200 مللي واحترام يعني مش محتاجه خلاص. فيبقى وزن الميه قبل ووزن الميه بعد. طبعا محتاجه ميزان حساس جدا عشان تقدر حضرتك تقيس. لو جبت ميزان عادي وزن الميه قبل وزن لو حطيت الميزان بعد مش هيحس بحاجه او لو مثلا هو مثلا شرب لحد هنا ولا حاجه هو مش ممكن ما يحسبهاش اساسا ممكن ما يحسش بيها. محتاجه ميزان قوي جدا او حساس سنسيتيف جدا للجزئيه دي خلاص زي كده في التنظيم كله لو تفتكروه. ماشي؟ طيب يبقى البوتن ويت بيفور والويت والوقت خلاص يبقى ده الفوليوم كونسيوم ده الفوليوم اللي هو شربه. طب لو اللاعب ده قرر يعمل يعمل حمام في وسط التمرينه افضل طبعا يعمل حمام قبل التمرينه وقبل ما ينزل قبل اي ميزان بس هو هيعمل حمام المفروض ان هو يبقى عامل كاب ويتوزن. تمام؟ طيب فكده كده ايه غير النص. طب قال لك لو اللاعب نسي هنقدره 300 بس الاحسن ان احنا ايه نخليها ايه؟ نخليها حاجه واحده. وبنحط الحروف بقى دي كلها كده بالترتيب عشان احنا بدأ الوقت كده عايزين نجيب الحاجه اللي احنا عايزينها كلها خلاص ونحطهم كلهم في الايكويشن هنا ويطلع لنا السويت ريت. يبقى هو مثلا سي اللاعب يعرق لتر في الساعه. ماشي؟ بس لازم 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 ابقى فاهم دي قلبه انتنستي للتمرين. لازم الحته دي تبقى مركز فيها كويس جدا. ما هو انت مثلا ما تجيبش تمرينه كلها ستريتشات تمرينه استشفائيه قبل البطوله وتعمل السويت ريت تست. فمثلا هيطلع لك ان هو المفروض يشرب تمرينه مثلا بتاع بعد كده. هو مثلا تقول له اه انت بس تروح الماتش عايزك تشرب بعد كده. كده غلط. صح؟ لا انا لازم ابقى مجهز قبل ما اعمل التست ده ابقى قاعد مع الكوتش اللي هو بيمرنه اقول له حضرتك احنا عايزين نعمل تمرينه قويه تبقى سيميليتنج للانتنستي بتاعت البطوله او بتاعت الماتش او وات ايفر الرياضه اللي هو بيلعبها ايه. لو هو في الماتش بيبقى مثلا الانتنستي بتاعتها 70% 75% 80% 85% يبقى التمرين لازم تبقى كده. لو الديوريشن هناك مثلا ساعه يبقى التمرين الديوريشن زيها. انا عايز حاجه تبقى كول بيست عشان اقدر اقيس عليه. عرفت؟ خلاص؟ طلع قال لك السويت تيست تيست مثلا هو بيعرق لتر في الساعه. قال لك ايه بقى؟ انا اشرب قد ايه يعني يا دكتور برضه؟ ايم فور 80% اوف سوبرز. يعني هو بيعرق لتر يبقى على الاقل يشرب 800 مللي في الساعه. لو هو بيعرق 2 لتر يبقى نفس الكلام ده حط في 2 وهكذا. خلاص؟ دي نقطه مهمه جدا لازم يبقى فاهمينها. ماشي؟ دي نقطه بتفرق كتير قوي في اداء اللاعب خصوصا الرياضات العنيفه الرياضات اللي فيها عرق او اللعيبه اللي هي اساسا بتعرق بشكل كبير. طب كده احنا كل الكلام ده كله كنا بنتكلم على الفيزيكال اسسمنت. خلاص؟ نخش بقى في النون فيزيكال اسسمنت. ماشي؟ اول حاجه التوابل هابتس. عادات الغذائيه بتاعت اللاعب اخبارها ايه؟ تمام؟ فلازم اللاعب بعد طبعا تمرين كل التستات دي لازم تبقى هتقعد معاه تاخد منه كده تقعد تدردش معاه.
خلاص 24 ار يكون اون فود فريكونسي كويشنير. طبعا دي حاجه لكل انواع التغذيه في العالم, ملهاش علاقه سبورتس ولا كيميكال ولا كده. كده لازم تعرفوا بياكل ايه, ما بياكلش ايه, بيحب ايه, بيكره ايه, لان خلي بالك اللعب موضوع مختلف, هيقعد سنين بيلعب رياضه فهو لايف ستايل بالنسبه له, ما ينفعش اكرهه, مش حاجه وقتيه او حاجه لحظيه اقول لا لا دي ما تنفعش دي كده. لازم يبقى في مساحه من السهوله في التعامل والفلكسبيليتي شويه, لان ده لايف ستايل بتاعنا. فلازم افهم هو عادته عامله ازاي وبياكل دي كل قد ايه عشان اقدر انا اساعده. انا عارف مثلا الفراخ مهمه او السمك مهم, ما ينفعش اقول له كل يوم الكلام ده, هو ما بيحبهاش خالص. لازم الاقي بدائل, لازم اقلل من الفريكونسي بتاعتهم. يعني بص احنا مش هنشيلهم, مش هاكلها كل يوم مثلا بس مرتين في الاسبوع. وتبدا انت تترين معاه الحته دي خصوصا فتره الاوف سيزون عشان توصل للاوبتيمال ريزلت معاه. تمام؟ طيب الهايدريشن هي بقى نفس الكلام بس بتاع السويت تريتست. انت قبل ما تعمل السويت تريتست اساسا لازم تبقى عارف هو بيشرب ايه ولا بيشرب ايه اساسا. ففي خلال يوم هو ممكن يكون بيشرب معاك في التمرين كويس بس بره التمرين مش هيشرب عادي, يعني يقول لك انا ما بنسى. او واحد يقول لك مثلا هي ازازه مشروبها في اليوم او مثلا بشرب 3 لتر, تيجي مثلا تقول له اه بيقول لك بشرب ازازه الصبح مش ازازه بالليل. ده غلط بقى, انا عايز كونتينوس ماشي ادمنستريشن اوف ووتر على طول اليوم. الهايدريشن ستيتس ده خلاص طبعا, يعني احنا اتكلمنا في الهايدريشن بيأثر ازاي على البرفورمنس, هنقعد محاضرات مش محاضره واحده. فالموضوع اكبر بكتير جدا من انه اشرب كويس, لازم احسب لي, لازم ابقى فاهم انا هعمل ايه. ده من الحاجات الاساسيه اللي لازم تعرف, لازم هو اعرف الهابتس بتاعته ايه وابدا احسن معاه واحده واحده. الفيفر ده الفيفر كوتشرز اللي احنا قلنا عليه, لازم ابقى فاهم هو بيحب ايه وبيكره ايه. خلاص ولو بيكره حاجه لازم اقول له بدايه. دول اهم حاجات الاساسيه عشان يعني يكمل معاك. خلاص لان هو لو لقى ان الموضوع بايخ ولا ان الموضوع عامل انسبكشن اكتر من اللازم هيقول لك شكرا خلاص انا مش عايز اعمل كده وانا مش هاكل على راحتي. فتلاقي البرفورمنس ايه ساعه 15 مش عايزين. طيب الفود الرجيز دي ده معنا طبعا خلاص, حساسيه للجلوتين, حساسيه للاسماك, حساسيه للمكسرات. لازم ابقى فاهم كل الكلام ده كله عشان اقدر احط له حاجه. فطبعا دي حاجه يعني سهله جدا. اهم حاجه بقى الاهم من الفود الرجيز الكومبيتيشن وير فودز. تقول عليها ممكن تاكل الموز, الموز حلو جدا. داخل مثلا هلعب بطوله ياكل موز مثلا عشان او بتاع الكلام اللي احنا فيه خلاص. انت ممكن موز هرجع, ما ينفعش اقول له كل موز قبل التمرين, ما ينفعش. هو ما عندوش حساسيه, بس لو كلها قبل اللعب يرجع. تمام؟ مثلا عايز اجيب اي حاجه ثانيه, لازم ابقى انا ممرن معدته. يا جماعه النقطه دي مش عايز اقول لكم انا لو يعني اعملها بكل الوان عشان تركز فيها كل حرف كده بقول خلاص. التريننج الجت دي نقطه مهمه, دي بتوقع لعيبه كتير جدا فوق التخيل. لعيبه راحت يا جماعه منتخب مصر ومنتخبات ثانيه والله راحت بطولات عالميه خسرت بسبب دي, بسبب ان هو كان حاجه جديده قبل البطوله. لازم امرن اللاعب على اكل البطوله قبلها بشهور, وابدا كل فتره كل شهر اروح مدخل له حاجه, سواء بقى الاكل ده اكل عادي ولا صبي بالتمارين. خلاص لازم نتمرن عليه, فده الاسسمنت المهم. لازم اعرف هو بيتعب من انهي اكل. لو لقيت ان الاكل ده لازم يتاخد, لازم انا اعمل بقى تولرنس, يعني لازم ابقى اديله تولرنس في الحته دي. خلاص طب احنا بص بدل ما هناخد حته كامله هناخد حته صغيره. يا دكتور ما هو دي كده مش هتفيدني, انا مش هتفيدني, انا مش عايز اتفيد, انا عايز اتمرن عليه, انا عايز ان هو يبدا ياخدها واحده واحده. كل ما ياخدها واحده واحده كل ما هيبدا يتمرن عليها يتاقلم عليه. واحده في ثانيه نقعد مثلا شهر اثنين عشان يبدا ياخد موز. خلاص انا كسبت, بس انا عايز الفوز بتاعي على المدى الطويل, على المدى البعيد. تمام؟ النقطه دي يعني مهم, يعني مش هقول كده خلاص. السبلمنتس والميديسنز لازم ابقى فاهم هل اللاعب بياخد سبلمنتس, طب بياخدها على اساس ايه حضرتك, حد نصح بيها ماشي, طب انا هو فعلا محتاجها. طبعا يعني مش نقطتنا دلوقتي بس دي من الاساس اللي انت تعرف الميديسنز عشان الميديك باك جراوند هيستوري, ممكن عنده سكر, عنده ضغط خلاص, ليميت اكل وعنده الحاجات دي عادي جدا. فلازم حضرتك ساعتها لازم تشمل نفسك, تتعاون مع الطبيب المعالج, لازم تعرف هو بيعمل له ايه, طب قال له ايه, طب هو ايه المشكله. الكلام ده كله لازم تسمع من اللاعب, تسمع من الطبيب. فدي من اهم حاجات الاسسمنت. الدي ان اي اسسمنت دي حاجه لسه ظاهره جديد, يمكن عشان كده عمل عليها ثلاث نجوم دول. منتخب مصر عملها بكاس العالم, في لعيبه كتير جدا بيعملوها حاليا خصوصا في الرياضات اللي هي التنس والسكواش اكتر شويه خلاص. في فرق في مصر في كره القدم عملتها ماشي. دي حاجه اللي هو بياخد عينه من الدم وبيشوف الدي ان اي يعني الماب بتاعتك عامله ازاي, وبيطلع ريبورت طويل عريض بتاع 50 60 صفحه كده في كل حاجه, في كل الفيتنس ريكوايرمنتس والريكومنديشنز اللي انا ممكن اديها للاعب. اللاعب عنده مشكله في العضله دي, عنده مشكله الالياف بتاعته ضعيفه, عنده مشكله في انهي تايب اوف ماسل فايبرز مثلا شغال تايب 1 وتايب 2 الكلام ده كله. فدي قصه كده كبيره جدا جدا جدا, بيبدا الايه الريبورت ده بيطلع فيه.
بالنسبه بقى للنيوتريشن بيبدا يشوف، ممكن يقول لك اللاعب ده عنده حساسيه من كذا، لا هو مش عنده حساسيه بس هو عنده ريسك ان الاكل ده لو اكلته كلها هتتعبه، اللي هي الحته بتاعت الكومبيتيشن فودز اللي احنا اتكلمنا عليه خلاص. يقول لك مثلا اللاعب ده محتاج مثلا هو في اليوم مثلا بيتكلم على الدير دوس الالبان ياخد واحده او اثنين بس، فهي حاجه بتساعد بنسبه كبيره جدا. ممكن يقول لك كمان اللاعب مثلا عنده نقص في عناصر معينه، خلاص عنده نقص في الاوميجا 3 اللي هو عايز يعني ياخد سبب الاوميجا 3، عنده نقص في الكالسيوم، نقص في الايرون، كل الكلام ده كله. طب هل هي ريلايبل قوي ان انا يعني امشي بيها مغمض؟ لا، لان برضه فيها شويه شطحات كده ساعات بتطلع، لا الموضوع برضه عجيب عجيب. خلاص انا اتذكر يعني انا كان معايا لاعب والله ان هو يعني حسن الالبان هاي، اللي هو لو كان من ناحيه رجع على طول او ما كانش كده ولا حاجه، بس هي ميزتها ان هي بتديك مونيتورنج عالي جدا. خلاص يعني توفر عليك حاجات كتير جدا، توفر عليك خطوات كتير، وفي حاجات بتديها لك افكار اكتر عشان تبدا انت تعمل عليها الاسيستنت بتاعك بطريقه افضل. فهي مونيتور عالي جدا ومونيتور ممتاز جدا. تمام؟ اللايف ستايل سيرفي اخر نوع معانا من النون فيزيكال اسيسمنت. اللايف ستايل سيرفي دول على فكره دي السبونسر تشيست في ليفربول، انا جايبها عشان محمد صلاح ماشي، عشان عايز اجيب حاجه تبقى رينج كبيره شويه خلاص. وده هو هندرسون ده اللي هو كابتن الفريق الانجليزي. فاللايف ستايل سيرفي ده ماشي ليه كذا نقطه لازم نتكلم فيها. اول حاجه قبل ما نتكلم عليها السليب اسيسمنت، اخبار الراجل ده ايه، بينام كويس ولا لا؟ يا جماعه لازم تبقوا فاهمين النوم الغير صحي للاعب لا، ان هو بيأثر على الريفلكس اكشن بتاع اللاعب بنسبه 50%. يعني اللاعب ده لو بيلعب رياضه قتاليه واقف في ماتش كده خلاص، وقف في الماتش اللي قدامه ممكن يضرب الضربه ويرجع، والله ده بيقف زي ما هو. ليه؟ عشان العين وحش، العين اللي فات كلها بالنسبه له بينام مش كويس خلاص، الريفلكس اكشن عنده بيبقى ضايع، بيبقى زيرو خلاص. لازم نبقى فاهمين اسلوب اسسمنت ده مهمتك كنيوتريشنست انك تتكلم فيه، لان انت المفروض لو انت لقيت عنده مشكله عملت له اسسمنت ولقيت عنده مشكله، ان انت بتوجهه باكلات تبدا ان هي بتهدد الجسم، تبدا ان هي تبقى بطيئه كده الامتصاص وهاديه على الجسم خالص، حاجات اللي هي المهدئه للجسم عشان يبدا ان هو ينام. فدي بتبقى فعلا من الحاجات اللي انت كنيوتريشنست تحتاجها، لان في لعيبه كتير جدا بعد التمرين هاي انتستي ما بتعرفش تنام، اسمها بيوجعها. يبقى انا عندي مشكله في الريكفري، ما كده المصب سورنس ده لو عالي قوي يبقى انت مش عارف انام، انا عندي مشكله. لو انا بنام وبلاقي خصوصا السن الصغير او اللعيبه الجديد قوي اللي هو بيتمرنوا تمارين فيري فيري هاي انتستي، يقول لي نايم ويقول لي عارف تلعب رقبته تعمل كده كل شويه مش عارف ايه بتاع، لو غير عندي مصب كان خلاص او مصب يعني كونتراكتد وما عملتش وضعها طبيعي. فاللاعب ملتزم بالستريتشز، ملتزم بكل حاجه، بس ممكن تكون في عنده مشكله خلاص ان في كام بقى. يبقى انا لازم في النيوتريشن اسسمنت ده لما اعمل اسسمنت لو كده لازم ادخل حاجات تظبط الريكفري صح كده. يمكن طبعا دكاتره الافاضل في الايام الجايه يتكلموا في الحته دي باستفاضه، يعني دي كده بس زي نبذه او حاجه زي كده في حته الاسسمنت. تمام؟ تريننج سكادول، انا عشان دي حاطط الصورتين دول تريننج سكادول، انا لازم ابقى فاهم لازم اتمرن ايه. يعني هو ما فيش يقول لك اصلا بلعب كوره بس خلاص حلو كده هحط بلاد، لا اتمرن كام يوم ساكن نكمل كده، تلعب دي كوره ولا مش كوره؟ تلعب دي فيتنس ولا جيم؟ يعني كل حاجه ليها سيستم مختلف، يبقى ليها ابروتش مختلف خلاص. وكل بقى الحاجات اللي جايه فيها دي تثبت الكلام ده، كوتش هيشتغل معاك يعمل ايه؟ فعلى اساس الكلام ده حضرتك هتبدا ان انت تحط البلان بتاعتك بالتايم بقى الصح. يعني طبعا عارفين اهم نقطه في البلان بتاعت اللاعب التايم، التايم الفود اللي داخل بقى اخباره ايه خلاص. فالتريننج سكادجول ده لازم حضرتك بتاخده من اللاعب، وبعدها تبدا تتعامل مع الكوتش بتاعه، ده شرط اساسي خلاص. لو انت ما تعاملتش مش هتعرف تجيب نتيجه حضرتك كويسه، فلازم يبقى في تعامل، لازم يبقى في تواصل ما بينك وبين الكوتش بتاع اللاعب عشان تقدر انت تجيب نتيجه مع اللاعب كويس. تمام؟ النورمال دي روتين بقى عامل ازاي؟ هل اللاعب ده في المدرسه في الجامعه بيشتغل بيصحى الساعه كام؟ بينام الساعه كام؟ كل الحاجات دي كويس عشان ما تحطش حاجات تعجيزيه للاعب، تخلي اللاعب مش قادر يلتزم معاك في الحاجات اللي حضرتك بتتكلم فيها. النورمال دي روتين بتاعه عامل ازاي؟ بيخرج فين؟ بياكل فين؟ عشان حتى لو بيجي يحط اكلات تبقى عارف هل هي ادمجر بالنسبه له ياخدها ولا لا. خلاص. اخر حاجه بي فريندلي سمايل، فاهم؟ ان هو اللاعب هو اوريدي عليه ضغوط كتير جدا ماشي، لازم تفهم ان اللاعب ده بشر في الاول وفي الاخر، هو عليه ضغط من النادي، عليه ضغط من البيت اللي هو بيدرس، عليه ضغط من الدراسه اللي هو عايز يذاكر دراسته مع رياضته خلاص، عليه ضغط من الشغل اللي هو بيروح شغل تعبان ويرهق بتاع، فهو مش عايز تبقى النيوتريشن كلينك اللي هو يلحق ضغط زياده. ما
مجرد عليه ضغط من الكوتش نفسه، لا انت النهارده مش فايق، انت النهارده مش مركز، كل ده ضغط. لازم يبقى لما يجي يجيلك انت مصدر الراحه بالنسبه له، تبقى صديقه بمعنى اصح، عشان يقدر ان هو يلتزم معاك. ثاني حاجه يقدر يستريح، ثاني حاجه يبدا ان هو يكمل بطريقه كويسه ويجيب نتيجه انت منتظرها. لكن لو انت كنت مصدر ضغط زي ده، خلي بالك دي في النيوتريشن كوتشنج اهم نقطه، ماشي، ان انت تبقى في الاسسمنت بتاعك وانت بتفهم الحاجات دي لازم تبقى فريندلي جدا معاه، عشان تقدر تعالى يقدر ان هو يلتزم معاك. ماشي، احنا كده يعني دكتور محمود ايه بحط لك التايم بالظبط. انا والله وانا اصلا مش تيجي خلاص، انا كده يعتبر خلصت. لو في اي اسئله اتفضل. وشكرا لدكتور محمود مره ثانيه، شكرا لك.